وصلنا لختام صباحنا لليوم مع المساحة الطبية. كثير من الأطفال حديثي الولادة بيعانوا من اختلال عملية تطور مفصل الورك اللي ما بيستقر عادة بالكرة العلوية لعظم الفخذ في المحجر أو تجويف الورك، وهو ما يسمى بخلع الورك الولادي اللي حنحكي عنه اليوم أكثر آثاره بحال الإهمال أو عدم الملاحظة، إضافة لكيفية العلاج مع الدكتور خالد نمورة اختصاصي جراحة وتقويم عظام ومفاصل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا أول شيء نحكي عن الأسباب الأساسية لخلع الورك الولادي عند الأطفال. تمام. هلا خلع الورك الولادي هي تسمية عامة وتسمية قديمة. صحيح. التسمية الحالية هي خلل التنسج بمفصل الورك التطوري. يعني خلال تطور الجنين داخل الحياة الرحمية أو بعد الولادة ممكن يصير بأي فترة من الفترات هي خلع ورك ولادي. الأسباب اللي ممكن تساوي لنا الشغلة هي غالباً هالإصابة، إما تكون الأسباب داخل الرحم يعني خلال الحياة الرحمية بآلية تطورية، وخاصة بالأسبوع العاشر من الحمل بينفصل الجوف الحقي عن رأس الفخذ. بهالفترة هي خلال انفصاله قد يحدث خلع بالنسبة لرأس الفخذ. في عندنا أسباب وراثية، متلازمات محددة ممكن أن تساوي لنا خلع ورك أو تحت خلع. عندنا الأسباب الميكانيكية، إذا كان عندنا المجيء المقعدي بيساوي لنا خلع أو تحت خلع بمفصل الورك. تعدد الأجنة داخل الرحم بيساوي لنا أنه التزم نسميه نحن التزاحم داخل الرحم، قلة الحركة، قلة السائل الأميونيسي بيساوي لنا هالإصابة هي. عندنا بالفترة الأخيرة من الحمل آخر 4 أسابيع نتيجة أنه هرمون الريلاكسين اللي بيعطي أنه تحضير للأم من ناحية الولادة بيعبر المشيمة بيوصل للجنين، ممكن يساوي لي رخاوة أربطة بالجنين، وهي الرخاوة هي قد تحدث تؤدي لخلع ورك ولادي. هلا في عندنا نحن مؤهبات بتساوي لنا هذا الخلع أو تحت الخلع. الإناث بينصابوا غالبا أكثر من 5 مرات من الذكور. المجيء المقعدي، المولود الأول، وإذا في قصة عائلية أو تاريخ عائلي بالنسبة لهالنقطة هي. في عندنا العرق. الصينيين أو الهنود كثير الإصابة عندهم بتكون خفيفة. العرق الأبيض نسبة الإصابة خلع الورك أكبر من العرق الأسود. طيب دكتور خلينا نحكي مثل ما حضرتك قلت في مؤهبات موجودة، طيب هل فينا نتنبأ يعني بوقت مسبق أثناء فترة الحمل بالأسابيع الأخيرة ممكن نعمل شيء نتفادى الموضوع ولا لا؟ طبعاً خلال الحمل ما فينا نساوي شيء، بس ممكن نحن بتقنيات الحديثة والإيكو أو الأمواج فوق الصوتية أنه ممكن يعني بتقنيات حديثة أنه نحدد أنه في خلع أو تحت خلع. أما داخل الحياة الرحمية ما فينا نساوي شيء. طبعاً قصدي يعني نهيئ أثناء فترة الحمل أنه بيبين انه معنا شيء، فنحن مثلا ممكن بالولاده نبين وخصوصا ممكن نبين في وضعيات ممكن معينه ولاده طبيعيه لحتى نتفادى مثلا بعض لا بعض هي الـ يعني اذا وجود خلع او تحت خلع ما بيأثر على موضوع الولاده، يعني ما بيغير من نمط الولاده. نمط الولاده يعني زملائنا اطباء نسائيه بيعرفوا هالشيء هذا، انه بيحددوا الوضعيه، هي وضعيه الجنين هي اللي بتقرر شو بالنسبه لموضوع الولاده. بس يمكن نحن بنسمع الحالات انه ممكن بسبب الولاده صار معه هي المشكله للطفل، صار عنده مشكله بالورك، ولا ما له علاقه يعني، ولا بتلعب دور الى احتماليه او انشد او الانشد بطريقه غلط؟ حالات كثير قليله كثير قليله، بس ما فينا نحن يعني عم يتم معالجتها، يعني هي ما كمان بدها وقت، يعني هي بيكون بعض الاستثناءات ببعض الحالات. تماما. هلا غالبيه الولاده بتكون اما قيصريه او ولاده طبيعيه. هلا الولاده الطبيعيه اثناء الشد اذا الطبيب استخدم ملقط جنين او شد او في عسره ولاده، يعني حالات نادره جدا انه يصير خلع ورك اثناء الشد. طيب كيف بيتم ملاحظه هذا الموضوع بعدين، وشو اهم خليني اقول النتائج اللي ممكن تطلع او الاثار السلبيه اذا ما تم ملاحظه هذا الشيء بالوقت المناسب؟ تمام. هلا بعد الولاده نحن في عندنا اعراض لازم ينتبهوا عليها الأهل. الفترة الأولى طبعا الأعراض تعتمد على عمر الطفل. صحيح. أو عمر الوليد. بالفترة الأولى من الولادة إلى عمر 6 أشهر غالبا موجود في تحدد بالتبعيد، يعني الطفل أثناء الحفاض تلاقي أنه ما عم يقدر يفتح الفخذ تبعه للدرجة النهائية، فهي الأهل لازم ينتبهوا عليها. هي الملاحظة إذا الأهل انتبهوا عليها لازم يراجعوا الطبيب فورا بالنسبة لهالنقطة هي.
بعمر اكبر شوي من 6 شهور ل 8 شهور في سنيات جلديه بشكل طبيعي، في سنيه واحده على الفخذ متناظره، احيانا بيكون سنتين بفخذ، بفخذ ثاني سنيه واحده، يعني عدم تناظر السنيات هي بتاهب انه قد يكون في خلع، ولكن هي علامه غير مميزه. يعني بمعنى ممكن يكون عندي خلع بس ما في سنيات، ممكن يكون عندي سنيات بس ما عندي خلع. فالفحص السريري هو اساس كل شيء بالنسبه لهالنقطه هاي. كل ما تقدم الطفل بالعمر بصير عندي مشاكل اكثر، يعني ممكن تكون حاله بسيطه هي نقص تنسج بالجوف الحقي، الراس موجود، ممكن خلال الاسابيع الاولى، يعني الطفل يولد ما عنده اي مشكله، بيفحص الطبيب ممكن ما يكون عنده مشكله، بالاسابيع الاولى او الاشهر الاولى قد يحدث خلع. فلازم ننتبه له، فنحن كل طفل يجب ان يفحص من قبل طبيب اطفال وطبيب جراحه عظام لتقييم الموضوع بطريقه صح. صحيح. طيب خلينا دكتور نحكي معك عن طرق العلاج، كل حاله اساسا بتكون مختلفه عن الحاله الاخرى عند الاطفال، لكن الاكثر شيوعا يمكن فينا نحكي عن طرق العلاج، الحالات الاكثر شيوعا اللي بتلاحظها عند الاطفال اليوم. بالنسبه لطرق العلاج، يعني العلاج بيعتمد على عمر الطفل، بيعتمد على الثباتيه بالورك، اذا في ثبات او عدم ثبات. التخطيط للعلاج مهم جدا بناء على عمر الطفل، شو عنده موجودات، يعني مو كل خلع ورك هو نفس النموذج، ممكن يكون بطفل ثاني مختلف. هلا بالنسبه لخلع الورك التطوري عندي اربع مجموعات. المجموعه الاولى الورك مردود، يعني الورك موجود ضمن الجوف الحقي وثابت، ولكن عندي نقص تنسج شوي بسقف الجوف، يعني هالتجويف هذا بيكون ضحلي شوي ما فيها العمق الزياده. بنكشفه هذا بالفحص السريري على الصوره الشعاعيه، بيكون تقريبا بنعتمد نحن بهالعمر هي على الامواج فوق الصوتيه، بنكشفه بالامواج فوق الصوتيه، فحصه طبيعي ولكن الامواج فوق الصوتيه في زوايا الفا بيتا بتعطينا مؤشر انه في ضحوله بالجوف او لا. المجموعه الثانيه انه الورك ثابت موجود بمكانه، الصوره طبيعيه ولكن قابل للخلع. هذا الشيء بنميزه بالفحص السريري، هي علامة بارلو انه حركة معينة بيخلع الورك، فهي المجموعة الثانية مهمة جدا، يعني الأهل بيشوفوا انه نحن صورنا بالأمواج فوق الصوتية بس كل شيء طبيعي، وممكن يكون لا مو طبيعي، ممكن يخلع معي أثناء الفحص، ممكن يخلع، هذا بنسميه ورك موجود بمكانه مردود ولكن غير ثابت. هلا المجموعة الثالثة انه الورك مخلوع ولكن قابل للرد، يعني الورك مخلوع خارج الجوف ولكن انا بقدر ارجعه بمناوره محدده. نعم. المجموعه الاخيره وهي هي الاشد، انه الورك مخلوع بس ما فيني ارجعه لمكانه، غير قابل للرد. اكيد. فبناء على هالتصنيف هذا نحن بنوجه طرق العلاج. صحيح. بالنسبه لهالنقطه هي. هلا بالمراحل الاولى كثير العلاج بسيط، يعني اذا عندي خلل تنسج بسيط ما في خلع، الورك ثابت مكانه خلل، يعني يكفي انه انا سمك الحفاض. أو في أجهزة محددة للتبعيد بنوضعها للطفل، بيكون العلاج كثير بسيط. في عندي تغيرات تشريحية لسه ما صارت بالنسبة لهالنقطة هي. عندي موضوع الحزام بنستخدمه بعمر تحت 6 أشهر، في أنواع محددة من الأحزمة، أشهر هو حزام بافليك له وضعية معينة، طريقة تطبيقه كثير دقيقة بتكون بهالنقطة هي. هلا من بعد عمر 6 أشهر لعمر سنة ونص تقريبا بصير في تغيرات عندي بالأنسجة، بالتراكيب الهيكلية، بالجوف الحقي، برأس الفخذ، فبنضطر أحيانا لإجراءات معينة. صحيح. بخزوع أو إجراءات جراحية أو ما شابه ذلك. ممكن لما قلنا دكتور يمكن كل حالة هي مختلفة، أهم شيء الاكتشاف المبكر للحالة. بالضبط. بيعجل بالضبط. بطريقة بالضبط. العلاج. شكرا كثير دكتور على كل المعلومات اللي حكينا عنها اليوم. شكرا كثير لك. يا هلا. شكرا لك دكتور لوجودك معنا.